شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. أسفي على روحي على جروحي على جمرك والصدر. جيب لي صبر لما الضنا ماله قليل. جيب لي صبر لما الضمير يصبح غريب. لما تجي تحضن حبيب ويطعنك طعنة غدر. آه ضيع العمر. مريت ومشيت بأماكن بعرفها حسيت غربي لا ما فيه وصف. نفس العيون بس وين نظرات الدفا. نفس العيون بس وين نظرات الدفا. وين الوفا شو يلي صاير بالخفا. جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر. دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا. دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا. عز وفقر ولازل مجبول بغنى ظلم وقهر. بس هالظهر ما بينحنى. جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر. من وقت ما وعيت على الدنيا وأنا عم بهرب من هاي اللحظة. إيش لحتى تهرب بس؟ شو بدك يعني ساوي؟ يعني ولد عايش كل حياته بلا أب. أنا أمي جوزت أبي خطيفة. من وقتها ما بنعرف شي عن أبي. يعني كل اللي بنعرفه إنه هو مات قبل ما أخلق. مشان هيك دائما كنت حس إنه عندي شعور بالنقص. هذا الشيء كان يخليني بعيد عن رفقاتي بالكلية بالشارع. شعور إنك شخص مو كامل. مين قال لك إنه في بالحياة حدا كامل؟ بعدين إحساسك بالوحدة هذا اللي عم تحسه المفروض يقربك من العالم ويخليك تهرب منه. هو مو شعور بالوحدة. حنان هو نقص. أنا شخص بلا أب بلا عائلة
مشان هيك قلت لك لازم تشوفي الدوري. طب هات لشوف. ليش قلت لي بدك تشوفني؟ حنان انا بحبك. بعرف الشخص بهي اللحظة لازم يكون فرحان كتير طاير عم بيرقص، بس أنا ما بحسن أعمل هيك. أنا حاسس إنه إحنا فاتحين على حالنا باب خيبة، خسارة جديدة. ليه مفترض إنه هي خسارة؟ حنان أنت وين وأنا وين؟ أنا أكتر شي ممكن ساويه إني حبك بيني وبين حالي، بس يجوز أنا لازم ما كنت أتحمس وقل لك، بس مع هيك لازم أقول لك أنا تأخرت كثير كمان، أنا حبيتك من أول ما شفتك. أقول لك شيء؟ قولي لي. أنا بحبك. كثير صعبتي علي حنان. بعرف مفروض أنا أفرح هلا. زمان وقت اللي كنت عم حبك بيني وبين حالي كان فيني يكتم هذا الشعور، كان فيني يذبحه، بس هلا شو؟ هلا شو؟ ليه لا تذبح هذا الشعور وتكتمه؟ مصطفى انا ما بعرف انت ليش عم تعقد القصص؟ يعني مجرد انك تحب انت لازم تكون كثير فرحان. مين قال لك انه انا ماني فرحان؟ بس كمان احنا لازم نكون واقعيين. ان هي العلاقه اللي بيناتنا شو نهايتها؟ شو مصيرها؟ اهلك بيبقى الواحد مثل حكايتي؟ مصطفى بكير على هذا الحكي، بكير كثير صدقني. لا ابدا مو بكير. حنان وقت اللي قلت لك انه انا بحبك ما كنت عم بمزح، ما كنت عم بلعب. خلص قلت لك بحبك، يعني بحبك هلا بدي احبك لبعدين. طيب مصطفى انا ما تعودت اخبي شيء. لحتى اثبت لك انه انا صاحبت القرار بحياتي فيك تجي ايمت ما بدك وتزور اهلي. ايوه يعني هلأ بلشنا نجن. أي أنا مجنونة بس بحبك. شفتك ما سألتي، قلت لحالي بيجي بتطمن عليك بركة ده بيبين فيك. والله جايتك راح تكون على الفاضي يا حجي. لك حاجتك بقى خلصنا. شو نسيتي اني انا جوزك وابو بنتك والقصة كلها على بعضها مو مستحبل لك الهوى تبعي؟ اول شي احترم حالك رؤوف، ثاني شي اوعى تكون مفكر وحاطط ببالك اني انا ممكن سامحك. ولك انا عشت عمري كلياته على كذبة معك، واللي عملته ما في بني ادم بالكون بيقدر يستوعبه. الكذبة يا خانو هو يلي انت عايشة فيه، هذا هو الكذب. اصحي اصحي ولا تصدق اللي عم ينحكى. رؤوف البندقجي رجعنا نكذب من اول وجديد. ولك انت شو؟ شو انت شو؟ برجع بقول لك اصحي ولازم تفهمي ويفهم الكل انه كمال عم يضحك عليكم كلياتكم لحتى يعيشكم بالوهم يلي هو عايش فيه، يعني بالكذب يلي هو عايش فيه. ما رح تتغير رؤوف، انت بعمرك ما رح تتغير. صعب عليك تكون صريح مره واحده بس بعمرك حتى مع حالك. هل قد صعب عليك تكون صادق مع نفسك او مع اي حدا تاني؟ انت ليش ما بدك تعترف انه انت اتضحكت علي واستغليت ظرفي كرمال شغلات انت عم تخطط لها يا حجي؟ لك يا مخلوقه بنصحك انك تفكري منيح. كمال عم يكذب على الكل لأنه ما نو قادر يقول الحقيقة. بصراحة لو أنا مطرحه راح أعمل مثله. كمال عم بيساوي هيك وعم بيكذب لحتى نقبله بيناتنا، وأنا صراحة ما عندي مانع، راح أضحك على حالي وصدق كل كلمة عم بيقولها. منيح رؤوف أنت أذيتني وغدرت فيني، أنت شقلبت لي حياتي كليات ودمرتها، ولك تخيل إني أنا كنت صدقك. لا يا نهار ليش عم تقولي هيك؟ حتى بنتك صدقتك وصارت عم تشك بأمها. ولك انت جننتها للبنت، جننتها. بنتك شغلتها فاضية ضايجة طالع خلقها، بكره بتجي لعندك بتبوس ايدك وبتستسمحك وبتطلب رضاك.
بعد شو؟ بعد ما خربت علاقتها مع اختها؟ روح اطلع فيهم، ولا واحدة منهم إلى نفس تطلع بوش الثانية. هو الصراحة اختي اللي جنيت مو هي. قصدك هلأ عقلت؟ أهلين، شلونك يا حلوة؟ شلون البابا؟ شلونه بابا يا سيد رؤوف؟ عم تسألني عليه كمان؟ طيب رح جاوبك كيفه. بابا اليوم انسرق من عمره 20 سنة ظلم، وانت اللي سرقتهم منه. لك شو لك يا هاد؟ هذا كله تخاريف؟ شبكهم؟ جنيته؟ هي مانا تخاريف، وأنا ما جنيت. أنا عم بحكي الحقيقة، وهي الحقيقة رح تنكشف قدام كل العالم مثل ما انكشفت لنا. القصة قصيت وقت مو أكتر من هيك. يا بنت دوزني كلامك واحكي منيح. بعرف حالي شو عم بحكي كتير منيح. وتأكد إنه اللي واقفة قدامك صار في بينك وبين تار، وصارت بتعرف كل شيها. شو يا خانم؟ ستني هال شايفك ساكتة. عاجبك هذا الكلام اللي عم تحكيه وعم تكبر بالكلام مع مين؟ مع يلي كبرها وساواها؟ أنا ربيت حالي لحالي. رجاءً خلص بكفي. حاج تطول وتقصر، صرنا منعرف كل شيء، هاي الموضة صارت قديمة. شو يا أمها؟ ما سامعتيها؟ عم تبهدلني ببيتي وانتي ساكتة؟ هذا البيت بيتي أنا، وهي المعلومة بتعرفها أنت كتير منيحة قبل ما تجي لهون. اسمعي يا خانم، بنصحك تفكري منيح. لازم تعرفي أنا أجيت لهون لأني حريص لآخر لحظة حافظ على العشرة اللي بيناتنا. بس برجع بقول لك، مش كان ضليتي راكبة راسك؟ أنتي لوحدك راح تكوني الخسرانة. رؤوف، أنا فكرت وقررت، وهي العشرة يلي حضرتك كتير حريصة عليها أنا ما عاد بدي إياها. أودعناكم. ماما وحياة عيونك يا عيوني، بحياتي ما تخلي يجي لهون أتخف. مرحبا. اهلا اهلا اهلا، تفضلي. اسفه كثير. ولا يهمك، استعجلتك وجبتك بهالطريقه. اهلا وسهلا. الحقيقه انا قلقان كثير مشان بابا. شو هالحكي؟ وعلى شو تقلقي؟ شباب واعيين، هن بيعرفوا مصلحتهم. اي انا على بنتي مو قلقان. بس انا قلقان. لا 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 تقلقي، هن بيقرروا شو بدهم، ان شاء الله بصير خير. طيب هذا موضوع طويناه، نطلب الموضوع الثاني. اي موضوع ثاني؟ موضوع رؤوف، مو بدك يعني احكي كل شيء، وخاصة اللي طلبوا منك انه انا احكي. شو؟ انت شو عم تحكي استاذ كمال؟ معقولة انا افكر بهالطريقة؟ متمني صدقك بتعرفي، بس ما عم بقدر. حججك مو قوية. شوف، انا ممكن كون بشتغل عند هذا الزلمة، بس ما لي علاقة نهائيا بالخلافات اللي بينك وبينه. هاي القصة بتمنى تفهمها كثير منيح. ولا يهمك، أنا رح أعتبر هالشي جزء من علاقات العامة، مو هذا منصبك بالإدارة؟ أنا مالي مسؤول، صدقيني. طيب قليلي، شو بدك ساعدك لساعدك؟ تسمح لي اليوم أنا أعزمك؟ طبعاً لا. على كل حال أنا مضطرة أستأذن، لأنه أخواتي لوحدهم بالبيت. عن إذنك. على راحتك، بس ما أنك ملاحظة أنك ما حكيتي بموضوع طارق ويارا؟ ما انت سكرته استاذ كمال، بشو بتحبني احكي؟ لانه ما كان جدي. الموضوع الجدي ما بدك تحكي فيه. عن اذنك. برمي اللي شك عظامك. ايه ما كنت رح اعرفك، فكرتك انت عرضت الازياء.
يا الله ماني مصدقه ولا بحياتي حلمت هيك. قال وحده عم تعمل لي شعراتي والتانية عم تظبط لي مكياجي. استاهلي اكثر من هيك. استعرفي انا خايف هلا بس تفوتي على العرس يفتكروك انت العروس. بس يا الله سهر شو بدنا نعمل معه؟ هذا الموضوع ما فيني اعمل شيء، لا انا ولا حدا تاني. هاي القصة انت بدك تحليها، انت واختك بدكم تتفقوا. ليش هي تاركة مجال للتفاهم اصلا؟ اسمعي لقلك، رهوفة، الانسان بيعيش عمره مرة واحدة، لذلك لا تضيعي هالفرصة من ايدك. الشاطر يلي بيغتنم الفرصة ويعيش عمره مثل ما بده. ايه مرحبا، شو وينه نوار؟ علينا ناصر يا عم. شو طرشت؟ عم بسألك وينه نوار؟ هلا كان هون، يمكن راح على الكشك يجيب غرض. هلا اللي كان هون وين اختفى فجأة؟ حضرتك اليوم بعتي وراي وانا اولا انا ما بدي اعتذارات من حدا، ثانيا انا ما عندي وقت ناقش شيء. انا ما بدي اعتذر من حدا وما بدي ناقش شيء مع حدا. انا كنت ناطر واحد منكم يجي بس حتى اخبره باللي عندي. خبر نوار وخليه يخبر بابا، انا مالي فاضيه. شان الله ما تاخذينها نسير ايهام، اخرنا عليك، تفضلي هي المفتاح. نسير ايهام انا راح اعتبرك تبلغتي. انا طالع من هون وتارك الشغل هلا. نوار شوف الموضوع انت، واللي بده يضل عنا هون بده يلتزم بمواعيد الشغل غصبا عنه. وإلا الله معه. يمكن حضرتك ما سمعتيني، أنا اللي راح أترك الشغل مو أنتوا اللي تركتوني. نوار مفاتيح الدرج على المكتب، الأختومة فيه، إذا لازمك شيء بتعرف تلفوني. يا طارق خلينا نخبر الحجي بالأول. نوار هذا قراري إلي، أنا ماني بحاجة إذن من حدا، وابقوا سلمولي على الحجي تبعكم. أنت مين طلب منك تقول له يضل؟ شيء حلو والله مو ناقص غير نترجاه. هذا الباب شايفه اللي قدامك؟ بفوت دب مو جمال، والحكي للكل. ماما انت ما لازم تكوني ضعيفة. رؤوف ما عاد يقدر يضحك علي ماما، خلص امك شبعت كذب. ماما بس ريهام بنتك أولتها عن آخرتها رح ترجع لعندك ندمانة، صدقيني. يا خوفي تكون أخذي هالقلب الأسود من أبوها. لك أنا الله كيف كان عمي على عيوني، أنا ما عم استوعب كيف كنت صدقه لرؤوف، كيف تحملت أعيش معه كل هالعمر. يا ماما أنت كان صرفك قاسي كثير، هو استغل هذا الصرف. آخ الله يسامحك يا كمال، يا ريت حكى، يا ريت حكى، يا ريت حكى، يا ريت حكى وما خلاني لحالي معه. بس بابا ضحية مثلك مثله. المهم انه رؤوف هلا ما عاد يلعب فينا. لا امي لا، رؤوف خلص انتهى بالنسبة لإلي، وانا قررت اطلب الطلاق منه. مساء الخير. مساء النور. شو حكيتي معي؟ اختك وين لهلا؟ صاير معها شيء؟ يعني لو كان صاير معها شيء كنت شفتيني قدامك هيك؟ اهدي وروقي. كيف يعني اهدي وروقي؟ انت بتعرف قديش الساعة هلا؟ أنا بعرف وينها وراح أروح أجيبها بعد شوي. رهف راح تحضر عرس رفيقتها. تحضر شو؟ ومين سمح لها بالله؟ أنا لقيتها مصممة تروح، قلت تروح بعلمنا أو بعلم واحد منا على ليلة. وأنت شايف هذا التصرف صح؟ أنت شايف إنك تكسر كلامي قدام هالفصعونة صح؟ يعني ليه معتبرة إنه القصة كلمتي وكلمتك؟ راحت تحضر عرس رفيقتها، ما صار في إيتها من هنن وصغار، شو هالقصة؟ ولساتهم صغار،
وانا الكبيرة الوحيدة هون والكلمة كلمتي عم تفهموا؟ هيك بدون اسباب. ولك يا طارق ما سلساتها صغيرة على الزواج وانا ما بدي عيون اختك تتفتح على هيك قصص. قوم خلينا نجيبها. هادي 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 انا بعد ساعة رح روح جيبها. سهر نحن لازم نتعاون، واحد بيشد والتاني بيرخي، غير هيك اختك بتفلت ما عاد نقدر نضبها. وحضرتك طالما فاتح لي جبهات بالبيت اختك اكيد رح تفلت. طارق قلت لك 100 مره خلينا نكون ايد وحده. طيب اهدي ونحن على الطريق رح اعاتبها، خليها تيجي وتعتذر منك، هيك بنكون خليناها تروح على الحفله وما كسرنا هيبتك. عاتبها قد ما بدك بس انا بس تجي رهف الى عندي نفضه غير شكل. أعلن مصدراً عسكرياً أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة أحرزت قوات مديرية دمشق بعد أن دمرت آخر بؤر وتجمعات التنظيمات. كيفك بابا؟ أهلين بابا. شو عم تتابع أخبار؟ لا أخبار ولا غيره. ليش بتخلوا حدا بهالبيت شوف الأخبار ولا شوف غيرها؟ إيه إيش كان بدك تحاكيني؟ موضوع اللي عم بصير هون بالبيت الله يرضى عليك يا أبي، مخي ماله فاضي، مليون شغلة وشغلة براسي أهم. لا بابا مو هيك. بس بدي أسألك شفت نوار شي اليوم؟ لا ليش شو في؟ ما في شي. اليوم شفت طارق بمعرض السيارات. بصراحة هالولد كتير وقح وقليل أدب، حكى حكي ما بينسمع، وجاب سيرتك بطريقة ما عجبتني. شلون يعني جاب سيرته بطريقة ما عجبتها؟ خلص بابا ما بدي عيد الحكي اللي قاله، بس هو كأنه عرف أني أنا مستحيل اسكت له، لهيك حمل حاله وراح قال شو حضرته ترك الشغل. إلا 60 جهنة بالناقص على قولة المتى رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. ما هذا المهم، المهم هلأ إمتى بدك تروح تراضي أمك؟ بابا الله يوفقك هالسيرة اللي بقى تفتح لي إياها. خلصنا بي خلصنا الله يرضى عليكي. شفتي اختك يارا شو عملت؟ عملت مسكينة وطيوبة ومرضية. لك بدي افهم شلون قدرت تقلب امك عليكي؟ هلأ صارت مرضية؟ من احنا كل مشاكلنا من ورا راسها هي وابوها تضرب منا اله. وطي صوتك خلصنا بقى. وش كان شفتي اختك بالجامعة؟ خدي على قد على شبنا. ايه روح ارضي امك الله يرضى عليكي يا بنتي. السلام عليكم حجي. السلام علينا حجي. إذا بدكم بروح بعدين برجع. لا ما في شيء ما في شيء. شو هالحكي هذا؟ عملها للخانو بنت الجامعة تروح ترضي أمها ما بيجوز ولا شو رأيك أنت؟ طبعاً حجي الشغلة ما بدها رأيي، الله يرضى عليها ريهام فهيمة وبتعرف إنه رضا رب العالمين من رضا الوالدين. هذا الحال أمي بينك وبين أمك ما لازم يطول. إن شاء الله خالي. يلا تصبحوا على خير. أهلين بابا. أهلين. 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 الله معك. بأمان الله. حجي سامر صار له يومين ما له مبين ولا عم برد على التليفون. نتركي أنا تاركه يغرق لآخر نفس، رح أسحبه. بدي فهمه إنه هو أملي مفروكة، إمتى ما بدي بطالع وإمتى ما بدي بغرقه. حجي بوس إيدك. شو يغرق وما يغرق مشان الله لازم نلاقي لنا حل. لك خليه يتربى، خليه يعرف انه الله حق. فوتي ما تروشي بكره عم نحكي. لوين بدها تفوت؟ مو لنبارك لها بالاول؟ رهف فوتي نامي، الوقت تاخر بكره عم نحكي. يلا وقفي عندك. هالفستان منين جايبتيه وليه؟ استعرته من رفيقتي. سهر هلا مو وقته النقاش. لا يا سيدي وقته. انا هلا بدي افهم مين الكبير بالبيت انا ولا انت. عرس قلت لك ممنوع تروحي تحضريه ورحتي وكسرتي كلامي، ليش؟ مزبوط انت الكبيره بس انا ما عاد صغيره. لا يا ستي صغيره وبلا ترباية ووقحة كمان. لا انا مرباية منيح. اخرسي وليه؟ سهر هيك ما بيصير. ليش عم تضربيني؟ اوعى تكوني فاكرة حالك امي. بدي اضربك وكسر راسك. اسمعي بلي من اليوم ورايح روحة على المدرسة ما في، وطلعة من البيت كمان ما في، لحتى تتعلمي تحترمي نفسك كبيرة. يا وقحة يا عليلة الأدب. خلاص سهر والله لربيكي يا كلبة. اتركني.
سهر، اللي عم تساويه هذا غلط. الو، ايه يارا، شو بكي؟ ابوكي نايم واحمد كمان. ليلي شوفي. ايه يلا يلا، رح فيق ابوكي. يلا اهدي وشوي شوي مشان افهم عليكي. روي روي عيوني، الله يرضى عليك. روي خلص، ولا يهمك ولا يهمك. بكره راح مر اخذك بعد المدرسه، بدي اعمل لك مشوار ما راح تنسيه بحياتك. رهف الله يرضى عليك، كم مره قلت لك اصعب شيء علي بالدنيا انك انت عم تبكي. لا تبكي حبيبي، الله يرضى عليك، لا تبكي. اي عم اقول لك بكره خلص، بكره بشوفك. طيب بعد بكره منيح؟ ايه يلا روقي، روقي الله يرضى عليك، مخبي لك شغلات حلوه كثير. ايه يلا روحي نامي، ايه روحي نامي، تصبح على خير. الله معك. وقف السيارة، وقف السيارة. يلا بابا. عن جد في شي مجنون؟ ما هو هيك دائما الحب. بس بتعرف اني عم خاف. من شو؟ عم خاف منك. ليش بقى؟ يعني عم خافك يرجع يطلع براسك هداك الموال القديم. ليش انا قمته من راسي اساسا؟ انا ما قمته من راسي، مشان هيك وافقتك وقت قلتي لي عنه جنان. حنان، الحب اقوى من كل شيء، صدقيني. مصطفى، هل انت عن جد اول ما شفتني حسيت بشيء؟ ايه اكيد. وانت؟ يا سيدي انا اول ما شفتك وما بقى عرفت شو صار لي، حسيت انه هيك سيطرت على تفكيري، سكنت فيني. بتعرف انه هاي القصة حالة نادرة؟ يعني عادة الحب وقت بيكون بين طرفين ما بيكون بهي السرعة. طيب ما قلت لي هلأ شو رح نعمل نحنا؟ شو ما بدك، بس يعني نحنا هلأ صرنا بعض نص ليل، ما عاد في شي نعمله ما؟ لا ما قصدي هلأ أكيد، بس أنا قصدي يعني لبعدين. شو المفروض نعمل؟ أنا رح أحكي لأمي. وأنا كمان. أنت شو؟ رح تحكي لأمك؟ لا، بدي أحكي لأمك ولأبوكي ولكل الدنيا. بدي أقول له أنه أنا كثير بحبك وما قدران أعيش من دونك. خجلتني حنان. أنا ما رح أسمح لحدا بالدنيا يستغل علاقتنا بشي مو منيح. بدي أخبر كل الدنيا وخلي علاقتنا تكون علنية قدامه وكلياتهم. كيف يعني؟ يعني خذي لي موعد من أهلك مشان نجي أنا وأمي ونطلب إيدك. أنت عن جد عم تحكي؟ بس رح يقولوا إنه بكير لسه. وأنا رح أقول لهم إنه إحنا كثير تأخرنا. الحمد لله اللي مشيت على خير. عن جد شكرا كمال، عذبتك معي. لا ولو، المهم إنه الحمد لله على سلامتك. شو كيف صرنا يا مدام؟ الحمد لله هلا احسن، بس عن جد الوجع كان كثير قوي. عفوا، حضرتك زوجة؟ لا، بنتها. غالبا في بحثها على الحالة. ايه بس كانت ما عم تحسن تمشي. شيء طبيعي. على كل حال انا كتبت على شوية تحاليل وصور لازم تنعمل بكره.
ان شاء الله دكتور. شكرا. ولو سلام. شكرا شكرا الله يخليك. عن جد شكرا بابا، الله يخلي لنا اياك يا رب. طيب بابا بدي اشوف الدكتور مشان اخذ منه الاوراق تبع التحاليل. ماما الشاب اسمه مصطفى واخلاقه كثير عاليه. هلا نحن من يومين لحتى صارحنا بعض بالموضوع، بس هو بصراحه حابب يحطك انت وبابا بصوره كل شيء. والله يا بنتي ما فيني اقول لك غير الله يقدم لك اللي فيه الخير. ماما بكره بس رح تشوفيه رح تحبيه كثير. امي مو المهم انا حبه، المهم انت تكوني متاكده من مشاعرك. هلا من جهه مالي متاكده متاكده وكثير كمان، لدرجه انه حاسه حالي ما رح اكون مبسوطه غير مع هذا البني ادم. ايه الله يتمم على خير. خليه يجي هو وامه، وانا ان شاء الله اليوم ببيت استخاره. عن جد عم تحكي ماما؟ يعني رح تحكي مع بابا بالموضوع؟ ان شاء الله بحكي معه. لك تقبشي قلبي. ايه شوفي امي الله يرضى عليكي، نحن رح نستقبله هو وامه، وان شاء الله اذا رب العالمين كتب نصيب بنعمل خطبه وبس. اكيد ماما اكيد خطبه وبس، اساسا حكينا انا وياه انه ما رح نعمل شيء هلا غير لحتى نتخرج، يعني انت فصلي ونحن من البيت. يقبرني رب بيك. الو الو. ان شاء الله صرتي احسن. ايه الحمد لله. عن جد كمان شكرا كثير، لولاك ما كان بعرف شو ممكن يصير فيني. ابن الاصل بيضل ابن اصل، كتر خيرك. الحمد لله. لو سمحتي ممكن احكي مع يارا؟ ايه يلا يلا. اهلين بابا. بني ادم انا فهمتك ولا ما فهمتك؟ ليه ما حكيت معي امبارح بالليل؟ وينه هلا؟ خليك وراه، اوعى تتركه. ها طلع. ماشي. شوني هالخانو؟ قلعتيني من البيت لحتى يفضى لك الجو وتستقبلي حبيب القلب؟ والله مريضة. ما عندك رجال تتصلي فيه؟ ولا خلاص ما عادت رجالك؟ كنت تنضايط وقت وبس؟ ماشي يعني هذا الخانة. ماشي. بابا أنا ما بحب أتدخل بخصوصياتك. بابا بس انت بتعرف انه انا من زمان بعرفه لطارق، هو انضف حدا بالدنيا، وبعدين هو ما له موافق على شغل اخته، وامبارح ترك شغله بمعرض السيارات. المشكلة انا حاسس انه عم تستخدمه حجة لتحكي معي. اي واذا شو المشكلة؟ بعدين انت ما بينخاف عليك، يعني بدل ما هي تسحب منك معلومات، انت اسحب منها بطريقتك. شاطرة. طيب بابا، هلا مشان طارق شو؟ لأنه سهر عم تطلب ايدك. بابا بتعرف انت قديش انا وطارق بنحب بعض، يعني واول عن اخر رح نتزوج، بس انا فكري انه نأجل الموضوع شوي. شو هالحكي؟ ليش التأجيل يعني؟ انت واثقة من مشاعرك تجاهه؟ اكيد. معناتها خلص خليه يجي يطلب بشكل رسمي. انا بابا بدي امن عليكي قبل ما يصير لي شيء. بعيد الشر عنك بابا، اول شيء الله يطول بعمرك، وثاني شيء حتى لو طارق واجا وخطبني، يعني نحن ما عم نفكر نتزوج لحتى نتخرج. بابا اول ما طارق يطلبك تكتبوا الكتاب، هلا العرس بعدين تتفقوا عليه. شو لزومه هذا الحكي كله؟ معلش بابا، ما بدك كان يكون مرتاح؟ خلص بابا مثل ما بدك. مثل ما بدي. الله يعينك يا طارق على الوقعه. وقعه؟ ايه الف مين اللي بيتمنى هيك وقعه؟ بكفي اني بنتك، والله ظاهر احمد افندي مأثر عليك منيحه. لك لا. حبيبي ديري بالك على حالك. ها ديري بالك على الماما، امك مالا غيرك. مالا غيري؟ مالا غيرنا. ايه بابا خليكي جنب. قلت لك غيرنا مو غيري. فهمت عليك يا بابا. بس معلش هذا الموضوع قفل وخلاص.
يعني هي ام بنتي ولها احترامها وحق علي. بابا في شغلات بتصير بالحياة مالنا ايد فيها، انت فهمي علي ما؟ وحدة. حجي الله يخلينا اياك، بدنا اياك بكره المساء تفضينا حالك شي نصعد زمان. خير ان شاء الله حجي. شو في بنتك حنان؟ جايه خطابه، شب رفيقه بالجامعه. ايوه قلتي لي رفيقه بالجامعه، وشو بدهم يفتحوا مرسم مثلا بكره؟ لسه مو عاجبتني بلاها. يو كيف يعني بلاها؟ القصة ناكتة من أولها، ما بدي، ما عندي وقت. الله يخلينا ياك، نص ساعة زمان بس. يا حجة، الله يرضى عليك. قلت لك ما بدي الموضوع من أساسه، هذا الولد مالي حابه، بالناقص منه. الليلون ما في نصيب. حجي، بنتك بتحبه وهو بيحبها. بك شو هالمسخرة هي؟ أنا عم ببعد بنتك على الجامعة. مشان تدرس ولا مشان تحب وتتمعشى؟ حجي الله يخلينا ياك، الشاب طالب الحلال، يعني ما بصير ترفضه بدون ما تشوفه. خلاص ماشي حجي، تكرم عينك ام سامر، عزمي ضيفي فنجان قهوة وبس، وبتصرفي بعد منها، لأنه القصة مو ظابطة لا من أولها ولا بتانيها. حاضر. شو بدي لك؟ هالمغضوب ابنك حكى؟ والله ما عم يرد علي، بس بدي أرجع أحكي معه مرة ثانية. ابنك واحد قليل أدب؟ مظبوط. شو بدي اقول لك؟ اتصلي لاخوك كمال. ما حلوه. لازم نعزمه على شيء عشان ها؟ الله يخلينا اياك يا رب، الله لا يحرمني منك. ان شاء الله بتقبر قلبي. بدك شيء؟ بدي سلامة قلبك، الله معك تقبرني. السلام عليكم. مهوني، الله معك تقبرني، الله معك مهوني. ايه الله يجيرنا. شو بنا اموله؟ لا ما في شيء، ما في شيء. يعني ام بنتي واحتاجتني بالليل، شو اعمل؟ لك بقص ايدي اذا معاملتها تمثيليه بس لحتى تجر رجلك. لك حاجه انت الثانيه، اخذتها على المستشفى وطلع معها بحسب حركه عليها بالكليه. شو رحت تساوي عندهم؟ لك انا رحت لعندها مرها، اتصلت من هون البيت ونزلت شفت يارا تحت. ايه ماشي الحال اخي، عمل اللي بدك اياه بس دير بالك. لا تخافي اختي لا تخافي، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. صحيح. اتصلت رضوى قال رؤوف بيك عازمنا على الغداء. شو لك؟ شو قلتي لها؟ قلت لها خليه يضب مصرياته بجيبته، نحن ما بناكل حرام. صحك. خلصنا بقى، لا تيبسي راس، أختك أكيد كانت معصبة وفي شي مضايقة. أنا ما عاد فيني أتحمل، تعبت، ما عاد بدي. رهف، أختك هي اللي مربيتك، أكيد ما قصدت. هذا الموضوع بدنا ننساه ومن بكرة بترجع بتنزلي على المدرسة. دراسة ماني دارسة، خليها تيجي تضربني، يلا تعي اجبريني يلا. اسمعي بي، أوعك تفكري إنه بعنادك هذا رح توصلي لشي، عم تفهمي؟ تار أختك صعبان عليها إنك مديتي إيدك عليها. وبتعرف انه روحتها بدون علمك كانت غلط. لا مو غلط، انا خبرتك واخذت اذنك. ولك انت شايف الوقاحه؟ ولك شايف قله ادبها؟ اسمعي ولي، اوعك تفكري انه اذا ما رحتي على المدرسه بتلوي دراعي، هاد بيأذيكي وبيضرك الك، انا مو فارق معي تنمحوا. اضربوا انتوا هالعيشه. خلاص. ليك بتقول لها ما رحت بتعيد علي، ايه لك اللي بعمري امبارح تزوجت. ماشي. او ايه؟ آخر تكبير الراس أستاذ طارق؟ عم تهددني الخانوم بمدرستها. مبسوط هلأ؟ يا عيني يا روحي، هي مو طريقة تفاهم هاي. رهف عم تراهق.
نحن بدنا نعرف شو نتعامل معها، شو ندير بالنا عليها، امتى نقسى، امتى نلين. اساسا كله منك طارق، لو انت مخبرني من الاول ما كنا وصلنا لهون. بجوز معك حق، بس انا ما خبرتك لاني انا سلفا بعرف انك انت رح ترفضي. خلص اتركها هلا، خليها تدق راسها بالحيط، وليكك انت ما رحت اليوم على معهدك بسببها. ومو بس هيك، احتمال اقعد كل نهار يداري فيها بسببك. ايوه، وشغلك؟ انا تركت الشغل امبارح. ليش تركت الشغل؟ لا تخافي، ربك ما بينسى حدا. اجاني فورا بعده تليفون خبروني انه اجاني شغل جديد احسن من شغل الحجي ومن كل هالقرف تبعه. ايوه، وين لقيت هالشغل بقى؟ عمو كمال لقالي اياه، عند رفيقه نضال بالمجله تبعه. بس اهم شيء طبعا يكون بالليل مشان ما يتعارض مع دراستك. لا تفكر يا عم، احتمال يكون كله على النت، ايميلات وما بعرف شو. المهم هلا نحن لازم نلاقي حل لمشكله اختك. لا تخاف على مشكلة أختي، أنت ترك لي إياها وأنا بعرف كيف حقها طارق. أهلين بابا. كيفك حبيبتي؟ أمك شلون صارت؟ صارت أحسن الحمد لله. إيه الحمد لله، الحمد لله. رايحة على الجامعة اليوم؟ لا. بابا أنت حكيتي مع طارق شي؟ أي حكيت معه، ليش؟ لا بابا، بس هو طالما ترك المعرض أنا رح دبر له شغل. بالله وبهالسرعة، وين هالوظيفة بقى؟ عند عمو نضال بالمجلة. إيه إذا عند عمو نضال ممتاز. يلا لشوفي شلون بدها تبين معك هي. عن جد شكرا بابا. أهلين بابا، بدك شيء؟ بدي سلامتك. ديري بالك حالك، وينك؟ أي شيء بتحتاجه احكي معي. الله معك حبيبي. يلا ماما شربي كاسة هالزهورات بتروق لك دماغك. هاد كمان؟ اي، كان عم يخبرني انه لقى شغل جديد لرفيقي طارق. طارق رفيقي بالمعهد. ما سألك عني؟ بلا، سألني وقال لي انك كيف صرتي، وقال لي اذا لزمنا شي دغري نحاكي. هيك كتر خيره. خي شربي ماما. ماما شو مشان طارق؟ هو يعني في مشروع خطبة. وأنا آخر من يعلم؟ لا ماما، بس لا تحكي ولا حرف. من الآخر اعترفي، احكي لي ماما. فوتي أمي. شو أمي؟ بس هلا ما نقيتي شو بدك تلبسي؟ محتاره ماما، والله مالي عرفانه. شو في هذا حلو؟ حلو بجنن عليكي، شو ما لبستي حلو؟ ايه. شو بدي اقول لك حبيبه قلبي؟ شو رايك تحكي مع اخوكي سامر؟ والله بيفرح لك. حكيته ماما، بس قال لي انه ما راح يجي. الله يهدي يا الصبي، شو جانين. شو بدي اقول لك؟ الله يرضى عليكي. ابوكي اذا سالوا للشب كم سؤال لا تتضايقي، لانه كمان نحن من حقنا نطمن على مستقبلك. ايه بس ماما انا بعرف بابا شو رح يحكي معه، يعني هو بده يساله عن وضعه وانا هي المعلومات كلها بعرفها وموافقه عليها. الله يخليكي ماما، اطلبي منه انه ما يكسر له خاطره، يعني موضوع المصاري انا والله ما بفكر فيه، كله على بعضه. خلص تقبليني، خلص انت اتكلي على رب العالمين، وان شاء الله رب العالمين ما بيقدم لك الا كل الخير. الله يخلي لي اياكي حبيبه قلبي، الله يرضى عليك يا رب. مبسوط يا عمي، وصلنا على البيت. اسمع شو بدي اقول لك، بدي اياك هيك تكون واثق من حالك وتضحك. ايه خلص بدي اضحك. تمام هيك؟ ايه بتجنني. اخر مره مصطفى. I'm not afraid.